امتحان شهادة التعليم المتوسط نحن تعودنا على بحكم طبيعته أنه يكون أكثر هدوءاً واستقراراً مقارنة ممكن مع امتحان شهادة البكالوريا. عموماً حسب التقارير اللي وصلتنا من الولايات من طرف ممثلينا من طرف الأساتذة امتحان مرة في أجواء تعتبر مريحة، المواضيع كانت ضمن الدروس اللي درسوها التلاميذ خلال السنة الدراسية، ما كانش هناك أخطاء اللي ممكن تؤثر على التلميذ في الإجابة تاعه، المواضيع في متناول المتوسط. هناك البعض يشكي ممكن من مادة الفيزياء مادة الرياضيات، لكن على العموم نحن في تقديرنا بأن الأمور سارت في إطار العادي.